السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا وألف مرحبا باللي عاد التحقت بالقناة ديالي. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طاجين معلك بالدجاج، إما الدجاج البلدي أو الدجاج الرومي، والفواكه الجافة التمر والشريحة والليمون. كيجي زوين بزاف ورائع، كنتمنى إن شاء الله تجربوه وتردوا عليا الخبر، لأنه كيستحق التجربة، خصوصا الناس اللي عزيز عليهم التمر وعزيز عليهم الشريحة، وحتى إذا ما كانوش تقدروا تعوضوهم بالبرقوق أو الزبيب، لكم الاختيار. أهم شيء أن الطاجين كيجي لذيذ بزاف. يلا هو تفضلوا نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. أنا هنايا درت الدجاج البلدي، نتوما يمكنكم ديروا إما البلدي أو الرومي على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب نتوما وأشنو كتبغيو. أنا أول حاجة كنقوم بها هي الدجاج، ملي كنجيبوه كنغسلو مزيان، كنحيدلو داك الزغب اللي كيكون هكذا فوق منو، كنحكو بالملحة مزيان، كنغسلو، كنرقدو في القليل من الماء والدقيق الأبيض باش كتحيد منو الزفورة وكيبيض نوعا ما. ثم كنعاود نغسلو، كنحكو بالحامض كله من برا ومن الداخل، ثم كنديرو في واحد الشباك يستقطر اما ليله كامله اما من الصباح حتى المساء. كيف ما كتعرفوا الدجاج البلدي ديما كيكون فيه داك الزغب اللي كيكون طويل، انا كنقبطو كنديرو بحال هكذا على البوطه يعني على النار، وكنبقى كنحرق له داك الزغب اللي كيكون فيه هكذا، كنتاكد ان ما بقى لي فيه حتى شي حاجه. الا كنت غادي نطيبو واحد جوج سوايع قبل، كندير له شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكينجبير والقليل من زيت الزيتون، وكنخليه شويه ديال الملحه وكنخليه يتشرب داك العطريه مزيان، وعاد كنصبيه الطاجين ديالي. يمكننا نديرو له حتى الربيع، كيبقى حاجه اختياريه. صافي، كنحتاجو هنا لواحد البصله مقطعه كبيره يعني كبيره مقطعه شنانف كيف ما كتشاهدوا معايا هنا. الا ما كانتش البصله كبيره كديروا جوج بصلات صغار. كنحتاجو نص كاس ديال زيت الزيتون، شعيرات من الزعفران شعره، معلقه ديال السكينجبير صغيره، واحد ربع معلقه ديال القرفه اختياريه ولا ديروا عواد، ربع معلقه ديال الخرقوم البلدي، وواحد ربع معلقه ديال راس الحانوت اختياري، شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار اما الابيض او الاسود، معلقه صغيره ديال السمن، وبسيبيسا اولا الباديان، هادو بجوج بهم اختياريين، يمكننا نديروهم كيف يمكننا نستغناو عليهم. الطاجين ديالنا كنديرو القليل من الزيت وكنخليه واحد شويه باش نديرو فيها العطريه جانبا. كنديرو البصله ديالنا، طريفات ديال الدجاج بحال اللي قلت لكم اما البلدي او الرومي، كتبقى مساله اختياريه. كنديروا الكل على النار وكنبقاو كنعرقوا هاد البصيله ديالنا، وباش ما تحرقناش كنضيفوا لها واحد ربع كاس ديال الماء. مع التحراك المستمر كنغطيو على الطاجين ومره مره كنقلبوا داك الطريفات، منين كيتعرقوا حتى هما مزيان حتى كنعاودوا داك الساعه نقلبوهم على الوجه ديالهم. ملي كتهبط لينا البصله كنمشيو لداك الزيت اللي بقات لينا من نص كاس ديال القبيله، كنديروه في واحد الزليفه وكنضيفوا له العطريه ديالنا كلها، سكينجبير، الخرقوم، القريفه، راس الحانوت بحال اللي قلت لكم اختياري، الملحه والابزار، وكنديروا هاد شويه ديال الزعفران شعره في واحد ربع كاس ديال الماء سخون، وعاد كنضيفوه لهاد الزيت هادي ديالنا، كنديروا السمن وكنخلطوا كل شيء مع داك الربع كاس ديال الماء، ثم كنسقيو الدجاج ديالنا بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الطواجين كنتمنى تكون طريقه معتمده عندكم، وطيبوا الطاجين كله في خطره يعني بلا ما تحتاجوا لا الكوكوت ولا والو، يعني طيبوا في الطاجين ديالكم، واخا كياخذ واحد جوج سوايع ديال الوقت ولكن النتيجه والبنه كتكون هائله. كنمشيو باش غادي نخضروا، كنحتاجوا واحد ثلاثة ديال الليمونات اللي كنقشرهم بالموس، كنخليهم ديك القشرة ديالهم بيضة شوية ما نحيدهاش بزاف باش كيبقاو شادين راسهم في الطياب وما كيتفتحوش بزاف. صافي، وكنقطعهم هكذا دواور يكون السمك ديالهم هذا ما يكونوش رقاقين بزاف، او ثاني ما يكونوش غلاضين بزاف. كنحتاجو شوية ديال التمر وشوية ديال الشريحة يعني التين اليابس، وبحال اللي قلت لكم الا ما بغيتوش ديروا هادشي ديروا داكشي اللي نتوما بغيتو وداكشي اللي متوفر عندكم في البيت. كنستفو داك الليمون ديالنا بهاد الشكل هذا، كنحاولوا نعطيوه واحد المنظر جميل، حتى داك الليمون اللي كيكون حمر بزاف كندرتو بالبط حتى هو كيجي رائع جدا جدا. كنديروا ديك بسيبيسا
كيف ما كتشاهدوا هنايا، غير واحد شويه والباديان، وبحال اللي قلت لكم راس الحانوت يمكن لكم تستغناو عليه بتاتا. كنستفو التمر ديالنا من بعد ما مسحناه، لا هو ولا تين اليابس. كنديرو القليل من السكر الابيض او السكر الاسمر على داك الدوائر ديال الليمون بهذا الشكل هذا، باش كيجيو معسلين ما كيجيوناش حامضين في المذاق. ودابا كنديرو اما كاس كبير ديال الماء او لا كنديرو كاس كبير ديال عصير البرتقال، يعني عصير ديال الليمون اللي بغيتو نتوما، وعلى حسب الذوق ديالكم راه بجوج بهم كيجيو رائعين. كنغطيو على الطاجين ديالنا وكنخليو على عافيه مهيله من بعد ما غلى لمده ديال جوج سوايع، ومره مره كنطلعو عليه ونشوفو ياك ما خصو شويه ديال الماء، ياك ما كل مره نطلعو عليه. الاخير كندير شويه ديال الكركاع في واحد الكاسرونه مع شويه ديال الماء وشويه ديال السكر، وكنزين به الطاجين ديالي من بعد ما طاب بهذا الشكل هذا، كيجي رائع جدا البنات. كنتمنى صراحه انكم تجربوه. بحال اللي كتشاهدونا ان المريقه هي هذيك معلكه، وانتوما كتبقى المرقه على حسب انتوما الذوق ديالكم، اما كتزيدوا الماء اما كتخليوه يشرب، داكشي اختيارات. كترشوا شويه ديال الزنجلان ملي كتبغيو تقدموه، بحال الطاجين اللي سبق لي درت فيه وريقه ديال النعناع، هكذا كيجي المنظر ديالو رائع جدا. شكرا على حسن المتابعه، والى الفيديو القادم ان شاء الله.